مساء الخير. الجليد بجبال الهيمالايا عم يدوب نتيجة تغير الطقس والمناخ وارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها على الأرض، والأبحاث بتقول إنه هالجليد رح يختفي سنة 2035 إذا ضل الطقس على هالحالة، ورح يأثر على غزارة الأنهار الموجودة بالهند والصين، وبالتالي الأمن الغذائي ل 60 مليون شخص رح يقل بنسبة كبيرة. وبالعودة لطقسنا، طقس متقلب عم بيسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وبيتحول إلى مشمس كل ما قربنا من الويك أند. أما الحرارة معتدلة، الرطوبة عالية على الساحل وعم بتسبب ضباب على المرتفعات وخطيطة قوية، فانتبهوا بسويقة إذا كنتوا متواجهين على الجبال. أما الهواء متوسط السرعة، البحر مائج نسبياً وحرارة 123 درجة. أما الليل طقسنا بلبنان غائم جزئياً مع احتمال أمطار خفيفة ومتفرقة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يلي عم بتسجل على الساحل 15 درجة. أما لبكرة طقسنا غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة يلي رح تسجل ببيروت 25 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومنروح سوا لعكار حيث عم تسجل عكار 9، طرابلس 19 وجبال 20، وعم ترجع ترتفع درجات الحرارة. والظاهر هالويك اند رح نروح على البحر كلنا. بنت جبال 15، النبطية ايضا 15، بيت الدين 18 وبرمنا 19، بعلبك 16، الارز 8 والهرمل 19 درجة. اما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 60 وال 85%، حرارة سطح المية 23 درجة، وسرعة الرياح بين 10 وال 45 كم بالساعة، وريح جنوبية غربية. اما كيف رح يكون الطقس لليلة بكرة وبعد بكرة؟ خلينا نشوفهم سوا. الليل بتوصل ال 15 وبكرة بال 15 وال 25 درجة، ونهار الجمعة بال 15 وايضا ل 25 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. الكويت 32، بغداد 17 ودمشق 19، القاهرة 25، الخرطوم 34، وأخيرا برلين 20 ولندن 9. وهيدا كان جونا، عم ترجع ترتفع درجات الحرارة، بس خليكن معنا لتتابعوا آخر أخبارنا.